السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا شرح تطبيق رفع صورة أو مقطع فيديو، ويعطيك رابط تقدر تنشر عبر تويتر أو واتساب أو أي تطبيق محادثة. البرنامج أمامنا هذا اللونه أزرق، اسمه تلوبلر. طبعا التطبيق يحتاج تسجيل بإيميل، وبوريكم الآن طريقة التسجيل. ندخل البرنامج، تضغط على get one for free at tlobler.com. الآن بيفتح لنا صفحة التسجيل، تختار، هو أصلا مختار لك دلوبلر فري أو برو، اللي هو البرو هذا بفلوس. طبعا خلينا بالفري المجاني. حط إيميلك هنا، اختار لك اي باسورد، مثلا 6 أصفار، ساين اب، يقول لك انه رسل لك رسالة التفعيل على ايميلك. ندخل الايميل، هذا هو الرسالة جاتنا. نضغط الرابط اللي بالازرق عشان نكمل عملية التسجيل. الان اكتمل معنا التسجيل وارسل لك ايميل انه تم التفعيل. هذا هو بيقول لك الايميل انه تم التفعيل. طيب ندخل التطبيق، حط ايميلك عادي اللي انت سجلت فيه. طبعا حط الباسورد، مش حق الايميل، لا اللي احنا حطيناه في التسجيل اللي هو 6 أصفار. لوج ان، خلاص انت الان دخلت حسابك. بيوريك انه تضغط على علامة الزائد، ابلود فوتو اللي هو لاست فوتو يعني اخر صورة في الاستوديو، ابلود فوتو اور فيديو اللي هو رفع صورة او مقطع فيديو، شورت لينك اللي هو اختصاص الروابط، كومبوز نوت او حتى النوت. طيب احنا نختار ابلود فوتو اور فيديو فروم، اللي هي هذه اول خيار انك تختار من استوديو الصور، او انك على الهواء يعني تيك فوتو اور فيديو انك تصور في نفس اللحظة. طيب تختار من الاستوديو عندك، نختار مثلا مقطع الفيديو هذا، تشوز. الآن بيرفع لك مقطع الفيديو، رفع لك مقطع الفيديو، صار جاهز الرابط، تضغط عليه. أول خيار هذا للنسخ، كده أنت نسخت الرابط. ثاني خيار اللي هي علامة الظرف، هذه لو بترسل عبر البريد أو علامة الرسائل أو على الفيسبوك أو تويتر. طيب نجرب على تويتر مثلا، صار عندك الرابط جاهز. خلاص احنا نسخنا أصلا الرابط، ما نحتاج. لو بننشره في تويتر، هذا هو الرابط، لو تضغط عليه صار شغال معنا. بالنسبة للصور نفس الشيء، نفس الطريقة، بس بعد ما تختار فيديو تختار رابط. هذا هو حسابي في تويتر، لا تنسونا من اللايك في اليوتيوب، ورابط التطبيق بتلاقوه تحت مقطع الشرح، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة. يعطيكم العافية. طبعا نسيت أقول لكم برضو شيء مهم، لما نخش التطبيق نسوي ريفريش بيورينا، شوف عندي 13 مشاهدة. هذا المقطع اللي دوبي نزلته في تويتر 13 واحد شافوه. تقدر تمسح بالسحب، تسحب كذا علامة السلة
حذفت هذا، حتى لو واحد ضغط الرابط خلاص ما عاد يعطيه شيء.